واشنطن، وسيدنا هاني سليمان خبير العلاقات الدولية من القاهرة، شكرا جزيلا لكما. احتضنت العاصمة الأوزبكية طقشان مؤخرا جلسة لوكالات فضاء بلدان منظمة الدول التركية. يعد هذا آخر فصل من فصول تعاون آخذ في التعمق بين دول ذات اللغة والثقافة التركية، وفي قلبها طبعا تركيا. مدة نحو 3 عقود، وتركيا تقود جهودا لبناء تكامل تركي وفي وسط آسيا. يبدو أن ملامحه وأهدافه تتضح أكثر فأكثر، وباتت تزاحم تكتلات دولية أخرى. إنشاء تكتل مترامي الأطراف مركزه تركيا لطالما كان جزءا من ثقافة السياسة للأتراك، سواء تمثل ذلك في الدولة السلجوقية أو الإمبراطورية العثمانية أو الحلف مع دول المنطقة التي حكمها الإسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي. مشروع تكتل جديد باتت تظهر ملامحه في العقد الأخير، عماده تركيا والدول التي تشاطرها اللغة والقومية والثقافة. جذوره تعود إلى أوائل التسعينات، عندما دعا الرئيس تورغوت أوزال إلى إرساء التعاون بين بلده وأذربيجان وكازاخستان وكرغستان وأوزبكستان وتركمانستان، ليرى مجلس الدول الناطقة بالتركية النور في العام 2010. في العام 2021 تقرر تحويل المجلس إلى منظمة الدول التركية، أضيفت إليهم المجر كعضو مراقب، ويهدف إلى تثبيت الأواصر وتعميق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، من توحيد السياسة الخارجية وإقامة أسواق مشتركة وإنشاء بنك للتنمية وتحسين البنى التحتية. يشمل التعاون أيضا الفضاء، والذي لأجله انعقدت آخر جلسة للمنظمة في العاصمة الأوزبكية طقشاند. يقول مراقبون إن تركيا تهدف لإنشاء تحالف تركي تتربع هي على عرشه وتنشر فيه نفوذها، تبيعه السلاح والطائرات المسيرة كما فعلت مع أذربيجان وكرغستان، وتنشأ فيه مراكزها السياسية والثقافية. هذا التحالف في آسيا الوسطى لن تكون ولادته سهلة في وقت يعمل فيه العملاقان الروسي والصيني على التغلغل فيه أيضا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي المختص بشأن التركي سيد غسان إبراهيم، وكذلك ينضم إلينا سيد قطاي يلمز المحلل السياسي من إسطنبول. السيد غسان ينضم إلينا من لندن، لكن أبدأ مع سيد قطاي من إسطنبول. سيد قطاي، لو بدأنا بجذور واللبنات الأولى لهكذا تحالف أو تكتل، هل تستطيع أن تعطينا نبذة عنها؟ تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة هذا التكتل بدأ أو ظهر مع تفكك الاتحاد السوفيتي في التسعينيات، في بداية التسعينيات، وتركيا كانت الأولى في الاعتراف بهذه الدول في آسيا الوسطى، الدول الناطقة بالتركية. كانت المسمى في البداية هكذا، الدول الناطقة بالتركية، يعني بسبب القرب الإنسي واللغة والثقافة والدين والتاريخ وما إلى ذلك. تركيا كانت الأولى في الاعتراف والأولى في المبادرة للتعاون والاستثمار وتكثيف العلاقات الثنائية مع هذه الدول، كما ذكرتم أذربيجان، وهي الأقرب إلى تركيا من جميع النواحي، حتى أن الدولتين تسمى دولتان لشعب لأمة واحدة. كذلك كازاخستان وأوزبكستان وكرغيزستان وتركمانستان. ثم مع المراحل، طبعا لا أريد التفصيل، مع المراحل تم تأسيس المجلس الدول الناطقة بالتركية، والذي تحول لاحقا إلى منظمة الدول التركية.
نعم لاحقا الى منظمه الدول التركيه. طيب اريد نعطي الفرصه. والهدف الاساسي تكثيف التقارب والتعاون. جميل. جميل. والتكامل والتضامن. طيب لاعطي الفرصه للضيف الاخر ان سمحت سيد اختاي بين اعضاء هذه نعم. الدول. سيد غسان، هل يتوقف الموضوع عند التعاون وتعميق الاواصر بناء على المبادئ والعناصر المشتركه من لغه وثقافه ودين وما الى ذلك، ام انه يتجاوز ذلك وأصبحت تركيا تبحث عن تكتل آخر تقوده بعد فشل مشاريع سابقة كمحاولة إنشاء تكتل عربي إسلامي في مرحلة ما بعد الربيع العربي؟ بالتأكيد يعني تركيا تحاول أن تضع على رأسها أكثر من قبعة وأكثر من شعار، هي تلعب تارة في الساحة العربية تحت رايات إسلامية ودينية على أمل استعادة العثمانية ولكن بصيغة جديدة، وفي المناطق الأخرى التي تنافس فيها عمالقة كالروسي والصيني تحاول أن تستخدم البعد القومي، وهو فيه تناقض كبير. يعني لطالما كان الرئيس أردوغان يحاول أن يقدم نفسه كزعيم إسلامي، ولكن هذا المشروع لم يتحقق كما يرغب، فاتجه نحو البعد القومي والأثني واللغة وما بينها من اعتبارات كثيرة، يحاول أن يقدم لهذه الدول الضعيفة نسبيا أو بشكل كبير مقارنة بحجم ووزن تركيا بعض المزايا، بعض التحسينات، بعض الخدمات، ولكن بالمقابل يكسب سوق كبيرة عملاقة واعدة. بعض هذه الدول لديها النفط والغاز ولديها إمكانات، وبالتالي هذا ما تحتاجه تركيا. تركيا استفادت من أذربيجان، وقفت في الحرب ضد أرمينيا ودعمت الأذريين، ولكن بنفس الوقت أصبح للأتراك كلمة كبيرة بالأسواق الأذرية والدول المجاورة لها، وهناك عامل السلاح أيضا. بالتأكيد يعني بالنسبة لتركيا هي الدولة الوحيدة المنتجة للسلاح بين هذه الدول يعني الناطقة بالتركية، تحاول أن تقول لهم نقدم لكم تسهيلات، أسعار مخفضة، البيع بالتقسيط، مزايا كثيرة، تقدم لهم وعود كثيرة، وبالتالي تخلق إيرادات مادية تدعم صناعتها العسكرية وأيضا صناعتها المدنية بنفسها. طيب سيد أختاي، واحدة من الأمور التي أدت إلى إنجاح واستدامة تكتلات أخرى كالاتحاد الأوروبي أن هذه دول ديمقراطيات أو شبه ديمقراطيات مؤسسات، لكن المشكلة في هذه الحالة الدول التركية والوسط آسيوية أنها أولا ليست ديمقراطيات، يعني يمكن أن تنقلب فيها الأمور رأسا على عقب بين ليلة وضحاها. ثانيا ما يثير استغرابي، هناك دول كتركمانستان التي تؤكد مرارا وتكرارا أنا دولة محايدة، إذا كيف يستقيم هذا مع ذاك؟ نعم، أولا أن التكتلات ليست عبارة عن الاتحاد الأوروبي. صحيح أن الاتحاد الأوروبي تكتل ناجح والديمقراطي إلى حد كبير، ولكن هناك تكتلات أخرى مثل المنظمة جامعة الدول العربية، منظمة الدول اللاتينية وما إلى ذلك، والاتحاد الإفريقي وما إلى ذلك. وهدف هذا التكتل يعني أولا قبل كل شيء قبل الاعتبارات السياسية والحسابات الجيو استراتيجية وما إلى ذلك، هناك شيء طبيعي يجمع هذه الشعوب وهي القومية التركية. يعني كل هذه الشعوب أو شعوب هذه الدول من الأتراك، يعني لكن القومية لا تكفي وحدها، وكذلك من نفس بكل تأكيد من نفس اللغة والثقافة قريبة وخلفيات وتشارك التاريخي وما إلى ذلك. ومن الطبيعي كذلك أن تكون يعني هناك يعني جذور لتركيا في هذه المناطق. ونعم صحيح هذه البلدان تمتلك إمكانيات كبيرة يعني خاصة مستقبلا من المعادن وما إلى ذلك من الإمكانيات، وكذلك لدى تركيا ما تستطيع تقديمها لهذه البلدان، يعني هناك مصالح متبادلة، وكذلك هذه الدول تحتاج كذلك إلى مساندة الدولة قوية إلى حد ما، يعني
في علاقات في توازن علاقاتهما مع روسيا والصين. إضافة إلى ذلك نعم يعني هذه الدول قد لا تكون أكمل فقط فكرتي، هذه الدول قد لا تكون ديمقراطية كاملة ولكن منفتحة إلى الديمقراطية وتتحسن الوضع الديمقراطي، تتحسن تتطور في أوزبكستان، انتقلت الدولة من حكم الشخص واحد إلى انفتحت. أكثر انفتاحا، وكذلك كازاخستان يعني هناك تناوب وهناك انفتاح يعني شبه ديمقراطية، ولذلك هناك آفاق لتطوير هذا التعاون ولتصبح مستقبلا. هناك تم وضع استراتيجية رؤية 2040 للتكامل الشامل بين هذه الدول. نعم، وأيضا نذكر بالأزمة التي حلت بكازاخستان قبل حوالي بضعة أعوام، أعتقد قبل عامين. أعودك سيد غسان، ذكر سيد أختي هنا العملاقين الروسي والصيني، من ناحية هما أيضا يتغلغلان في المنطقة، ولدى الصين طريق الحرير، مشروع الحزام أو مشروع طريق الحزام، ولدى روسيا مشروعها لاتحاد أوراسيا. كيف يمكن أن يصطدم هذه المخططات مع المخطط التركي أو المنظمة الدول التركية؟ بالتأكيد يعني هو فعليا عندما تعلن كل هذه الدول مشاريعها الخاصة فيها هي إعلان تحارب غير معلن، يعني تحارب مصالح. الصين عندما تعلن مشروعها وتركيا مشروعها وروسيا مشروعها يبدو أن هذه الدول لم تستطع أن تتفاهم فيما بينها لتخلق مصالح متبادلة بشكل كامل، فبالتالي تمقطعت كل دولة باعتباراتها الخاصة. الصين تريد أن توصل منتجاتها إلى أوروبا وتستفيد من هذه الدول المجاورة وتستفيد من خيراتها. تركيا تحاول أن تقول أننا سوف تعرقل ذلك لتستفيد بمزايا من المنتجات الصينية التي سوف تذهب إلى أوروبا، لأنها سوف تنافس المنتج التركي أيضا. تركيا تعتبر الاتحاد الأوروبي سوق لها. الروسي يعتبر مشروعه مشروع أمني واستراتيجي أكثر من قضية اقتصادية بحتة، فتركيا تحاول أن تقول للروسي نحن ند لكم في تلك المنطقة، تستخدم الاعتبارات القومية واللغة. الجميع يعلم يعني أي مشروع يقوم على اللغة والقومية يفشل. انظروا إلى الجامعة العربية ماذا حققت؟ لم تحقق شيء، لأنها لم يكن لديها رؤية أبعد من فكرة فقط التواحد والتكاتف بين الدول الناطقة بلغة واحدة. أعتقد تركيا اليوم يحاول أن يشكل تحالف قائم بين تحالف أنظمة وليس تحالف شعوب. لا يحاول أن يقول أن هذا التحالف تحالف الدول يعني أو منظمة الدول التركية هو اتحاد تركي تركماني للشعوب التركية، بمقدار ما هو تحالف لأنظمة وضعها مضعضع من تركيا إلى أصغر دولة في هذا التحالف، وضعها السياسي غير مستقر. بالإضافة إلى ذلك أن هذا التحالف شركات ومنافع مادية بحتة، لن ينعكس بشكل كبير على شعوب هذه الدول كونها أنظمة غير ديمقراطية غير قادرة على التفكير الاستراتيجي كما فعل الأوروبيون عندما ضحت الدول الثرية وقدمت امتيازات للفقيرة. العكس يحدث اليوم في هذا المشروع. سيد أختي، مؤخرا زار وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين البحر الخلفية لتركيا، ونتحدث هنا عن أذربيجان وتركمانستان. صحيح أن المعظم ربط هذه الزيارة بإيران، لكن ماذا عن تركيا؟ تركيا كيف نظرت إلى هذا الأمر، خاصة أن بحسب الأنباء هو أيضا يسعى لارتباط إسرائيلي مع وسط آسيا؟ ماذا عن تركيا؟ يعني تركيا تمتلك علاقات دبلوماسية قديمة والعلاقات تتطور بالمناسبة مع إسرائيل بعد المرور من فترة البرود، ولذلك يعني ما دام أنها تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل لماذا تعترض على إقامة الدول الأخرى؟ لن تعترض بكل تأكيد إقامة هذه الدول العلاقات جيدة مع
إسرائيل وفقا للمصالح المشتركة. وهناك علاقات جيدة حقيقة بين أذربيجان وإسرائيل، وإسرائيل مثل تركيا دعمت أذربيجان في حربها في حرب التحرير في قرطبة. يعني لا توجد منافسة. وهذا الأمر، هذه السياسة قوت العلاقات بين الجانبين. لا تعني تركيا أن تكون على علاقة إسرائيل مع هذه الدول جيدة، وستساهم كذلك يعني في تطوير العلاقات التركية الإسرائيلية بنفس الوقت. السيد أخطائي يلمز المحلل السياسي من إسطنبول، ومن لندن السيد غسان برهيم الصحفي المختص بالشأن التركي، شكرا جزيلا لكما.